أن الشعير الآن الشعير هو فيه البيتاغليكان وفيه مكون الكروم هذه الألياف الخشبية هذه الثلاثة وفيه الفيتامين ب يعني أربعة مكونات جيدة لأصحاب السكري سبحان يعني أصحاب السكري يجب أن يستهلكوا الشعير يوميا حساء الشعير في الصباح حساء الشعير في المساء صحن من حساء الشعير في الصباح بزيت الزيتون وصحن من حساء الشعير في المساء بزيت الزيتون ومعه حبوب الكتان ومعه حب رشاد ومعه حلبة ومعه أشياء ممكن أن يضعوها مع أهل ملا هذه وكان من قبل هكذا يستهلك الشعير يعني هذه المكونة إذا أخذنا مثلا المضادات للأكسدة قوة المضادة للأكسدة عند الشعير هي أقوى من الزيتون وأقوى من المكونات الأخرى هذه المضادات للأكسدة هي تريح القولون هي لا تترك الجذور الحرة تخرب القولون بمعنى الأشخاص الذين لديهم عدم امتصاص عندهم أنيميا الحديد وأنيميا المغنيزيوم والكالسيوم اللي عندهم أنيميا يعني عدم امتصاص أشخاص اللي عندهم توتر عصبي أشخاص اللي عندهم إمساك حاد والأشخاص اللي عندهم آلام الرأس الحادة يجب أن يستهلكوا الشعير بكثرة في الصباح وفي المساء ممنوع عليهم الدقيق الأبيض ممنوع عليهم السكر جيد. ممنوع السكر يجب أن يستهلكوا لماذا؟ لأن الشعير فيه تريبتوفين حمض التريبتوفين يعطي السيروتونين والسيروتونين يعني حمض التريبتوفين والسيروتونين تتكون في المخ يعني بسهولة في الدم ليس في المخ تتكون بسهولة هذه التريبتوفين هي الجزيئة التي تتحول إلى سيروتونين وهي تهدئ المزاج ثم هذا يعني هذه الامتصاص كما قلت أن هذه الألياف الخشبية لا تترك الإمساك الحاد من المستحيل شخص يستهلك شعير صباح مساء بزيت زيتون ويكون عنده إمساك لا يمكن ولكن لما نعطي هذه النصائح نذكر دائما نذكر يعني هذه لمسة نذكر دائما بأن ليس هذا الشعير لوحده هو الذي سيعالج هذا الناس أو سيريحهم يجب أن يقلعوا أن يمتنعوا عن المواد الصناعية وعن المقليات والحلويات والفاست فود ثم أن يعودوا إلى النظام الغذائي الطبيعي ثم يستهلك الشعير نعم وليس أن هذا الشخص يأكل في الخارج ثم في الصباح يأخذ شعير ثم يقول أنا أخذت شعير يجب أن يتوقفوا أصحاب السكري إذا توقفوا عن اللحوم والأجبان واستهلكوا الشعير وزيت الزيتون ليس هناك أي مشكل ثم المصابين بالسرطان القوة المضادة للأكسدة في الشعير لوحدها كافية لصد السرطان أو يعني تعطيل هذا السرطان لكي لا ينتشر بسرعة أثناء العلاج بالكيموثيرابي مصبوح بخمسة الأشياء ولكن الشعير يجب أن يكون 90% تغذية الذين يتابعون العلاج بالكيميائي لماذا؟ لأنه في كيميو بروتكشن هو يعني يحفظ الجسم من أثر الكيميوثيرابي نعم. يعني الكيميوثيرابي سامة للجسم ويحفظ الدم لأنه هو يحيي خلايا الدم سبحان الله الشعير يحيي خلايا الدم معنى يحيي خلايا الدم هو يزيد في تمثيلها ولا يتركها تشيخ نعم. وأن الكيميوثيرابي هي تقتل خلايا الدم وأن المناعة تنخفض نعم. يجب على الأشخاص الذين يتابعون هذه العلاجات أن يكثروا من زيت الزيتون ومن الشعير ومن الشاي ومن الثوم ومن الفواكه والخضر طبعا وأن يمتنعوا عن اللحوم والسكر والمواد الصناعية وأن يطبخوا في منازلهم لكي يعني يساهموا في العلاج لأن هناك من يقول أنني أتابع الكيموثيرابي أنني أعالج في المستشفى ثم يجي إلى يده ما يعود إلى منزلي فهو يأكل أي شيء ليس هناك علاج هذا السيد نقول له يا سيدي يعني إذا يعني توكلت يعني اعتمدت على العلاج في المستشفى 100% فلن تعالج من المستحيل لماذا؟ لأن نمط العيش هو الذي أدى بك إلى السرطان فإذا كنت تعتمد على المستشفى ونمط عيشك لازال مسببا للسرطان فلن يكون هناك علاج ربما تحس بتحسن ولكن بعد سنة سنتين يكون هناك ريسيديف سيكون لديك مشكل يعني سرطانات ممكن أن نعطلها ممكن أن نتعامل معها بذكاء ممكن يعني عوض ما تنتشر في 5 سنوات أو في 3 أشهر ممكن تنتشر في 15 سنة نعطل سرطان ممكن نعطل البروسيسوس هذا لما لا ولكن مع الأسف الشديد هذا الجانب الغذائي لا زال يعني مغيب وأن الناس يعتمدون 100% على الأدوية وليس هناك علاج يعتمد 100% على الأدوية بدون النظام الغذائي ويجب أن يعلم الناس هذه الحقائق
يعني كي نختم هذه الفقرة هناك يعني أشياء أخرى جميلة جدا للأطفال. الأطفال الآن عندهم مشكل مشكل نمو، صلابات العظام، أنيميا الحديد، لا يركزون، كثير الحركة، هذه هي الأشياء التي يشتكي منها كل النساء. يعني كل النساء يشتكين من هذه الأشياء. كثرة الحركة، لأن الأطفال يستهلكون كثرة مشتقات الحليب وكثرة السكر وكثرة المضافات الغذائية. المضافات الغذائية مثل الملونات، مثل البنزويت ومثل السوربيت الموجودة في المونوسوديوم غلوتاميت والأسبرتام الموجود في المواد الصناعية. يجب أن يقللوا للأطفال من هذه الأشياء، ثم أن يعطوا للأطفال شعير وفواكه جافة. يعني الشعير والتمر والفواكه الجافة، إذا تناول الطفل شعير وتمر وزيت زيتون في الصباح والمساء سيكون أعصابه هادئة وسيركز وسيكون يعني طفل يعني ما شاء الله ثقيل يعني ويعني وجيد. نعم هذا هذا وليس هناك أنيميا، الأطفال الذين يأكلون شعير ليس لديهم أنيميا. هذا بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء عندهم مشكل هشاشات العظام وعندهم مشكل حديد. إذا استهلكنا النساء إذا كانوا يعني يتناولن الشعير بكثرة لا يمكن أن يكون لديهم مشكل في الهرمونات. ولكن هذه النصيحة ليست أحادية، ليست هكذا يعني حادة. يجب أن يتوقفنا عن تناول الكوليسترول عن اللحوم والأجبان، ثم أن يكترنا من الشعير، خبز الشعير وحساء الشعير، ثم الخضر والفواكه والمسائل الأخرى، زيت الزيتون وما إلى ذلك، فلن يكون إن شاء الله هناك مشكل. وهو أنا قلت بأن الأمر بسيط، إمساك مثلا، إمساك إمساك. نعم، كثير من الناس يشتكون من الإمساك، وكثير من الناس أخذوا أدوية، وكثير من النساء يعني فهذا مشكل الإمساك الحاد. إذا تناولوا هذا حساء الشعير بزيت الزيتون في الصباح والمساء، يأخذوا صحن كبير من حساء الشعير بدون حليب، حساء الشعير بزيت الزيتون مع حبوب مثل الحلبة وحبوب الكتان وحب الرشاد والأشياء هكذا، هذا لا يمكن أن يكون إمساك، لأن هذا يعني يرطب القولون، وأن هذه الألياف الخشبية هي يعني لا تترك هذه المواد يعني تتصلب وتتجمع وتنقل متطولة في القولون. لماذا لا يستهلكون حساء الشعير؟ لماذا يريدون أن يشربوا شعير؟ سبحان الله، يعني لماذا؟ لأن هناك بعض النصائح الفلسفية التي يسمعونها عبر الفضائيات أو عبر بعض الأوساط الإعلامية الأخرى، يعني هذه فلسفة ليست علوم، أنني أنا أخذ هذا وأعمل هكذا. الشعير يستهلك ما استهلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شكل تلبينة أو على شكل خبز أو على شكل حساء. أو إحنا في المغرب عندنا يعني الحمد لله هذا الكسكس. نعم، وأن الكسكس أمازيغي، والكسكس ليس عربي، وأمازيغي الكسكس خاص بالمغرب العربي. نعم، فلماذا لا يكون يعني هذا الكسكس شعير؟ نعم، يعني يكون كسكس قمح، يكون كسكس شعير بالخضر بدون لحم، أو نخلطه يعني مع هذا اللبن. نعم، شرب ماء الشعير هذه تدخل في الوصفات، وهذه تدخل كما قلت في هذه الفلسفات وهذه الأشياء التي نسمعها ليل نهار، وهذه الأشياء ليست غذائية، ليست غذائية. وأن لماذا الناس يريدون أن يعقدوا حياتهم، ولماذا يريدون أن يخرجون عن المعتاد؟ هل يأكلوا حساء الشعير بزيت الزيتون، يطبخوا الشعير مع ماء وزيت الزيتون فهو جيد فقط؟ نحن نسميه في المغرب الشيشة يعني. وسيرون، والله سيرون سيرون النتيجة وسيرون يعني العجيبة. نحن نتكلم عن نظام غذائي، نتكلم عن نمط العيش، نتكلم عن تغذية الإنسان. لا نريد أن نخرج الناس عن معهودهم. نعم، عن الخبز وعن الطبيخ وعن الخضر وعن الفواكه. نعم، وعن أشياء هذه. وأن الناس يعلمون، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش، ما كان علينا أن ننتظر يعني حتى الآن باش نتخرجوا من الكلية ثم كي نتعلم كيف نعيش. الإنسان علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش وكيف يطبخ.